طريقة تحميل MetaTrader 5 لأجهزة الأندرويد. بعد الدخول على موقع mt5.eec.biz ننزل لأسفل الصفحة، هنلاقي من ضمن خيارات تحميل MetaTrader 5 للأجهزة الذكية. هندوس على تحميل، هيخيرني ما بين جوجل بلاي والأب ستور. أنا بنزله على نظام أندرويد فأختار جوجل بلاي. هروح لصفحة التحميل، هقول له تثبيت. هو البرنامج صغير مش بياخد وقت. هقول له فتح. بعد ما البرنامج بيفتح معايا بتظهر معايا رسالة، رسالة اتفاق الترخيص. بقول له قبول. قبول. بضغط على الخانة دي أعلى يسار الشاشة، بختار سيرفر هاوس البورصة، بكتب رقم الحساب، بعد كده بكتب كلمة المرور، بختار سيرفر التداول، بختار هاوس اوف بورصه مالتي اسيست ديمو لو حساب ديمو، هاوس اوف بورصه مالتي اسيست لو حساب حي. بعد كده بقول له دخول، بيبدا يفتح معايا البرنامج بالشكل ده.